القضية اللي أخذت حيز وجدل كبير. مساء الخير أخونا أبو عبد الله شاهد، مساء الخير كل باسمه. طبعا يتساءل البعض موضوع البث. موضوع البث في الأوقات الأخيرة هذه الحاسمة، بث هو مناشدة ورسالة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله أبونا جميعا. لما طال وقت قضية المتعثرين؟ أول شيء الله يحفظ الأردن وجلالة الملك عبد الله وشعبه من هذه الجائحة والأعداد اللي بتتزايد كل يوم على يوم، ويرحم وفياتنا ويحمي شعب الأردن يا رب وقيادته وأجهزته الأمنية كافة. طبعا أخواني بثنا اليوم في عدة محاور راح نتحدث فيها لأهمية هذا البث. أرجو من الجميع مشاركته على الصفحات. أرجو من جميع الأخوة للأصدقاء والأحبة للجروبات نشر هذا البث. قضيتنا قضية المتعثرين أخذت وقت طويل في حلها. لا نعلم هل هو ارتجاف حكومة، هل هو شد عكسي، علما جميعا نسمع بالتوجهات الملكية من صاحب الجلالة دوما ومرارا للاهتمام بالشعب وقضاياه. وقضية المتعثرين هي أكبر قضايا الوطن، قضية وطنية شعبية تأثر منها جميع شرائح المجتمع الأردني بأعداده الهائلة. طبعا أخواني عنا 10 نقاط، وأي نقطة راح تجد إن شاء الله وتأتي في البال. أنا أخواني يعني دوما كما عهدتوني أتكلم بارتجال، ما بكتب نقاط، قليلا ما بسجل. ليش؟ لأنه هذه قضية المتعثرين أنا عشتها من 4 سنوات، وأنا أخذت حيز كبير من وقتي وهمي، لأنها قضية شعب، قضية مجتمع أردني. بطمن أخواني الجميع اللي معنا على البث، وإن شاء الله يرتفع العدد حتى يكونوا على طمأنينة إنه هذه القضية هي قضيتي. القضية لم أتركها ولن أتركها، ولا كما تداول البعض بأني تركت القضية أو بعتها أو ما إلى ذلك من الحديث اللي إحنا الآن مش به صدد إله. قضيتنا محورها الآن، رسالتنا ومناشدتنا لصاحب الجلالة بأنه هذا الشعب الأردني أبناؤك وشعبك في قضية تمس كل عائلة، أو بالأحرى إذا مش كل عائلة العائلة وأخرى، يعني من كل عائلتين عائلة تمسها هذه القضية. ليش؟ لتعداد عدد المتعثرين اللي حسب أجهزة التنفيذ القضائي كما سمعنا هي تجاوزت 500,000 مطلوب متعثر في هذا الوضع في جائحة كورونا، والعدد يزداد. أخوي نبيل، نعم سيكون في مداخلات، بس خليني نخلص من حديثنا.
وإن شاء الله راح نستقبل المكالمات، وإحنا حطينا وضعنا تليفوننا وهي بنوضعه كمان، بعرفش كيف إمكانية وضعه على البث، بس هو موجود على الصفحة للاتصال. فقضية المتعثرين تعدادها أصبح كم هائل من أبناء الوطن المتعثرين ماليا، عددهم في 2018 حين ابتدأنا في قضية المتعثرين في 2017 نهايتها وبداية 2018 كان تعداد عدد المطلوبين ماليا على قضايا مالية يفوق 225,000 مواطن أردني، منهم 186,000 مطلوب على قضايا جزائية والباقي على قضايا تنفيذية. فهذا العدد تفاقم خلال ال4 سنوات الماضية إلى عدد يتجاوز 500,000 مواطن أردني مطلوب بشكل مباشر، وتأثر في هذا العدد بشكل غير مباشر أفراد عائلته كأبناء وزوجة وكأخوة وآباء ووالدين، فالعدد يفوق نص الشعب الأردني، يفوق 5 مليون متأثر بشكل مباشر وغير مباشر من قضية المتعثرين. هذه القضية من أكبر قضايا الوطن. نعم هي فيها دائن وفيها مدين، ولكن نتكلم في قضية يجب أن يتعاون فيها الدائن والمدين، كما لحق للدائن ويحفظ وكنا حافظون لحق الدائن، أيضا على الدائن أن يتساهل مع المدين، على الدولة دولتنا الحبيبة وحكومتنا الرشيدة أن تنظر إلى هذه القضية بعين الاعتبار، وأولى قضايا الوطن إخواني. يعني ما بقرأ التعليقات، يا ريت نأخر بس التعليقات شوي والمداخلات. طبعا في هذه القضية الذي تحوي كم هائل من الشعب الأردني، يعني أنا بجوز بحكم تماسي لهذه القضية والعمل فيها على أرض الواقع في جمهورية مصر العربية سابقا، وجيت للأردن وأمس أغلب متعثرين الوطن ماليا، العدد هائل. مش إذا مش كل بيت، كل بيت من بيتين أو ثلاثة هو في تعثر، فهذه القضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع الأردني، آثارها سلبية جدا كانت عن أبناء الأردن خارج الأردن اللي تهجروا بسبب هذه القضية، وسبب إنهم تهجروا خارج الأردن أدت إلى مشاكل اجتماعية عائلية من تشرد أبناء وطلاق زوجات من أثارها، أدت إلى تفكك عائلات كثيرة، أدت إلى انهيار اقتصاد وطن. هذه القضية مع راح نتحدث بصدد اقتصادي أو بصدد آثار، لأنه الآثار ملموسة على الجميع، لكن هذه القضية أخذت حيز ووقت طويل من مناشدات ومن حديث، إن كان على مستوى شعبي وإن كان على مستوى للأسف نيابي لم يعمل شيء لهذه القضية، وللأسف على مستوى حكومي لم يعمل شيء
لهذه القضية لحين أن دخلت جائحة الكورونا، وكان هناك قرار مشكور ونحترم قرار للمجلس القضائي في حل جزئية بسيطة، وكان السبب فيها هي عدم اكتظاظ السجون، فكان قرارهم اللي احنا راح نعرج عليه بعد قليل حل جزئي لهذه القضية، ما أدى إلى حل هذه القضية بشكل مباشر وكامل. نعلم بأن هناك في آخر شهر 2 من عام 2019 أو من عام 2020 عفوا، كان في صولات وجولات بحل هذه القضية، وأخذت من الرأي العام حيز كبير، شكل بتوجيهات ملكية من جلالة سيد البلاد إلى حكومة دولة عمر الرزاز مجلس اقتصادي واجتماعي لحل هذه القضية، وخرج بتوافقات كما علمنا، وأن بناء على هذه التوافقات صدر وعد من دولة عمر الرزاز بحل هذه القضية في نهاية شهر 3، ولكن للأسف لم يكن هناك حل. دخلت جائحة كورونا وقدر الله ما شاء فعل، وهذه الجائحة ربنا يحمي الأردن وشعبها في تفاقم، ولكن أيضا قضية المتعثرين في تفاقم، لأن جائحة الكورونا هي سبب أيضا من أسباب تعثر الشعب الأردني الآن، كما كان هناك أسباب أدت إلى التعثر سابقة، إن كانت من المدين نفسه أو الدائن أو ظروف خارجية، ومنها سياسات لحكومات اقتصادية فاشلة أدت بقوانينها إلى تعثر عدد كبير من أبناء الشعب الأردني. كان من نتائج هذا القضية تشتت كبير لأبناء الوطن خارج الأردن، وأيضا التشتت هو لم يكن بس في الخارج، التشتت أيضا هو كان في الداخل. أبناء الأردن مختبئين في بيوتهم، والبعض من ألقي عليه القبض ورمي في السجن بسبب هذه القضايا المالية التي لا شرعا دينيا ولا عقائديا ولا دوليا ولا إنسانيا يحبس المدين المالي، وهذا كلام متفقين عليه ما بدنا نخوض فيه. السؤال الآن، يا دولة عمر الرزاز، ما هو سبب التأخير في وعدك وتنفيذه بحل قضية المتعثرين؟ ما السبب بعدم إعطاء فرصة للمدين السنتين المهلة؟ وما السبب بعدم إقرار تسويات بين أبناء الشعب الأردني لتخفيف عليهم بين الدائن والمدين أن يكون هناك تسويات بدون الربع القانوني؟ وهذا مطلب كان من جميع المتعثرين، وأجمع عليه جميع المتعثرين، وأجمع عليه الدائن، وأجمعت عليه الحكومة، وأجمعت عليه الناس كلها، لأنه إذا كان في تسويات من غير الربع القانوني انحلت قضية المتعثرين كاملة. هل لا يوجد صاحب قرار في حكومتنا يأخذ هذا القرار للتخفيف على أبناء الشعب الأردني؟ جلالة الملك حفظه الله وجه توجيهات بالتخفيف على أبناء الشعب الأردني. أقول لكم بديش أحكي بأنه توجه بشكل مباشر لقضية المتعثرين، وأنا أعلم أنه وجه لقضية المتعثرين، وتحدثت كثيرا في قضية المتعثرين.
خليني احكي بالتخفيف على ابناء الشعب الاردني. اذا نص الشعب الاردني متعثر، اذا نص الشعب الاردني يطالب بهذا الحق، التخفيف على ابناء الشعب الاردني